أنا الطالبة ريما ماجد الجهني، إحنا طلاب موهبة سابقة. بدايتي كانت عام 2013-14، شاركت في إبداع ومترشحت، بس الحمد لله كانت تجربة جدا ثرية. في مرحلة الثانوية دخلت في أولمبياد الفيزياء، والحمد لله يعني هذه كانت بدايتي. بدايتي يعني عرفت موهبة الصراحة من ماما، ماما منسقت موهبة، وهي اللي كانت دائما بتشجعنا ندخل في برامج موهبة. وسبحان الله الآن يعني أنا قاعدة بساعد أخواني الصغار، واحد في الصف الثالث متوسط، واحد في الصف السادس. عبد المحسن طالب موهبة من الصف الرابع، بدأ رحلته، اختبار مقياس موهبة الاثنين، وبدأ رحلته في مسابقة موهوب تخصص العلوم، والآن حول فيزياء. وأخوي الصغير الثاني يوسف ماجد الجهني برضه تخصص علوم، والآن هم بإذن الله رايحين الهيئة الملكية في ينبع برضه تدريب للأولمبياد. ما أعرف كيف أشكر موهبة على كل الفرص اللي جاتني، ويعني صراحة كفاية التحفيز الدائم من الأساتذة، يعني الأشياء المثرية اللي تعلمناها. وأنا قاعدة بشوف حاليا خاصة خلال هذه السنوات الأخيرة جهود جدا عظيمة. شكرا موهبة، وحابة أوجه شكر لعائلتي ماما وبابا وأخواني، وبإذن الله يعني نرفع رأس المملكة.